يقول السائل: بعد صلاة الفجر وأنا صائم تشجأت فصعدت إلى فمي لقمة طعام تجشأت فصعدت إلى فمي لقمة طعام فبلعتها متعمدا، هل فسد صيامي بذلك؟ إذا كنت جاهلا أو ناسيا الصيام فلا بأس، ما يؤثر على صيامك. أما إذا كنت عالما أن هذا لا يجوز لك، عالم أنه ما يجوز أنك تبتلعها من وقد وصلت إلى فمك، إذا كان وصل إلى فمك الجشاء وصل إلى فمك لا يجوز لك تبتلعه، فإن ابتلعته متعمدا فسد صيامك، لأن هذا بمعنى الأكل والشرب. أما إذا لم يصل إلى فمك وإنما هو لا يزال في الحلق هذا لا يؤثر، أو وصل إلى فمك وابتلعته ناسيا أو ابتلعته جاهلا بالحكم أو ابتلعته بدون اختيارك رغما عنك هذا لا يؤثر على صيامك.